الأصحاح الثاني والأربعون من سفر يشوع بن سيراخ. أما هذه الأمور فلا تخجل فيها، ولا يجوز لأحد أن يخطئك. لا تخجل من الاعتراف بشريعة العلي وعهده، ولا من الحق لئلا تبرئ الشرير. ومحاسبة الشريك رفيق الطريق، واقتسام الميراث مع الآخرين، والدقة في الميزان والمعيار، والمكسب إن كثر أو قل، والمساومة في البيع والشراء، والمبالغة في تأديب البنين أو ضرب العبد الشرير بقسوة، والإقفال على الثروة بكل إحكام، حيث المرأة غير أهل للثقة والأيدي كثيرة، والتسليم بالعدد والوزن، والعطاء والأخذ بالتدوين. لا تخجل من تأديب الجاهل والأحمق، والهرم المتهم بالدعارة، فبذلك تكون متأدبا في الحقيقة والجميع يمدحونك. البنت هم خفي لأبيها، وقلق يسلبه النوم، أتصبح عانسا؟ وفي زواجها هل تكون مكروهة؟ أيغتصب بقارتها أحد فتحمل في بيت أبيها؟ وإذا تزوجت هل تسيء معاملة زوجها؟ وفي الزواج هل تكون عاقرا؟ على البنت الوقحة شدد رقابتك، لئلا تجعلك شماتة لأعدائك، وحديثا في المدينة، ومضغة في الأفواه، فتخزيك أمام الناس. لا تهتم بجمال أي شخص كان، وبين النساء لا تجلس للحديث. كما السوس يتولد من الثياب، كذلك الخبث من المرأة. رجل يسيء خير من امرأة تحسن، فالمرأة تجلب الخزي والعار. والآن أذكر أعمال الرب، وأخبر بكل ما رأيت منها. بكلمة من الرب خلقت أعماله، وكلها تخضع لمشيئته. الشمس المنيرة تبصر كل أعماله، وكل أعماله مملوءة من مجده. حتى الملائكة لا تخبر بكل عجائبه، وهي التي أقامها الرب في العالم، فيثبت بقوته كل شيء. يفحص البحر وأعماق القلب، ويحيط بكل أسرارهما، لأن العلي يعلم كل علم، ويتبين علامات الأزمنة. يخبر بالماضي وبالمستقبل، ويكشف حتى أخفى الآثار. لا تغيب عنه خاطرة، ولا يخفى عليه كلام. روائعه ينظمها بحكمته، وثابت هو من الأزل إلى الأبد. لا يزيد ولا ينقص، ولا يحتاج إلى مشير. ما أعجب أعماله نزولا حتى أصغر شرارة. كلها تعيش وتستمر، وكل ما هو ضروري موجود. خلق الأشياء أزواجا متعاكسة، وما من خلل فيها. الواحد يكمل الآخر، فمن يشبع من التأمل في هذه العظمة؟